أكيد يا فرح، محطتنا الأولى لليوم مع الفنان نضال ديب. افتتح معرض ريشة في الصميم يوم أمس في دار الأسد للثقافة والفنون أوبرا دمشق. الحديث بشكل موسع عن المعرض الذي يستمر حتى الثالث من شهر تشرين الأول. صباحنا غير أكيد مع الفنان نضال ديب. يسعد صباحك وأهلا يسعد وسهلا صباحك، فيك. صباح النور، خليك يا صباح رب. الخير عن جديد وأهلا صباح وسهلا النور. فيك. اليوم عم نحكي عن عنوان لمعرض كتير مميز، ريشة بالصميم. مو بس كان هو المعرض، كان فيه توقيع كتاب كتاب أنتم والحدث. والحدث رح نحكي تفاصيل أكثر بالبداية. خبرنا عن المعرض. على معرض ريشة بالصميم، هو شو العنوان المميز؟ هو على الوجع. يعني نحن جينا على موضوع الصميم، يعني انت اي شيء بدك تحاولي توصليه للناس بدك تيجي لوجعه للشيء اللي بيحسوا فيه، والاحساس دائما بيجي من صميمنا، من الشيء اللي بنعاني فيه. فاخترت هذا العنوان بحيث انه يكون متقارب، يعني ما حدا يسالني انه لا ريشي في الصميم. كنت انا عامل سابقا معرض اسمه ريشي ضد الارهاب واللي احنا كنا عم نعاني منه، هلا انتقلنا لشيء ثاني، للمعاناه اللي نحن توزعت بين فساد بين ارهاب، خلصنا منه، انتصار. يعني في كثير امور يعني حاولت اني اجسدها سواء الوطني او سواء بحكم نعم. المعاناه. نعم اكيد. خلينا نحكي سبب تسميه ريشه بالصميم. نعم. اول شيء كمان كان معرضك مميز بشكل كثير كبير، وقعت في كتاب انتم والحدث. نعم. كمان خلينا نحكي عن الكتاب والتوقيع وكيف كان المعرض والاجواء. على الريشه في الصميم، يعني هو اختصار لكل شيء انا بالفتره الماضيه اشتغلته. يعني انا عندي بالالاف عدد من اللوحات، فحاولت استجمع اجمل اللوحات اللي انا حسيت انه ممكن توصل رساله سياسيا واجتماعيا ومن كل النواحي، وجمعتها بهذا المعرض لصميمنا وجعنا تعبنا كلنا. اكثر من 100 لوحه كانت، ايه هن موجود. تقريبا ايه 100 لوحه اختصار. حتى في لوحات انا حطيتها هي من بدايه الازمه، مثل لوحه الام السوريه اللي هي انتشرت بكل المواقع العالميه. هي اللوحة أنا جسدت حتى بمجسم، حطيته كمان بقلب المعرض لأنه هي رمز لنا لسوريا وانتصارها. هلا لحتى نحكي إجا وقتها عنه. هي عن جد، لأنه نحن طلعنا بعد 9 سنوات فينا نقول من المعاناة بانتصار. فهي بداية اللوحة بتقول له لا تخافي أبني، أنا رح أبقى بخير. وفعلا نحن طلعنا بخير، يعني فيك تقولي تنبؤ، يعني الحمد لله. شوقنا نشوف تفاصيل أكثر عن المعرض. خلينا نشوف أجواء من المعرض ونرجع بنكفي حديثنا معك. فن الكاريكاتور هو واحد من الفنون التي تهتم وزارة الثقافة بالاعتناء به بإقامة المعارض. هذا الفن له خصوصية ببساطته، بقدرته على إيصال فكرة، بالتعبير عن صورة مجتمع في كافة المحاور والمستويات. هو عبارة عن نقل الحزن أو الألم إلى فكرة، والتعبير عن هذه الفكرة من خلال خطوط بسيطة تصل إلى المتلقي ببساطة وإنسيابية. رغم الظروف اللي عشنا فيها واللي هو رسم فيها، نحن كنا بحرب وطلع معه هالألوان اللي بتدل على التفاؤل. الحقيقة برجع بقول الحمد لله قدرنا نخرج شباب مثل نضال إخواته، ما أثر عليهم، ما أثرت الحرب عليهم كثير، ضلوا يناضلوا ويشتغلوا. وهذا الرسوم اللي راسمها دقيقة جدا، نظيفة، الألوان، الفكر اللي أخذها، الحقيقة برفع راسي فيه وبتمنى له التوفيق دائما. أنا ذهلت الحقيقة بالمعرض، شايفيك قبل بس في قفزة نوعية جديدة. معرض طبعا في بعض لوحاته جريئة، بس شو معناه جريئة؟ يعني صادقة. هذا معناه الجرأة. فهل ضد الصدق يوقف ضد هذا المعرض أو ضد نضال دي؟ فبالعكس فيها شفافية، فيها صدق، ونحن بحاجة كتير للصدق وخاصة بهذه المرحلة. Thank you.
يا فرح شفنا العديد من اللوحات الرائعة، بدي أسألك اللوحة القريبة لقلبك شو هي؟ خلينا نعرف شو اسمها وليه هي قريبة من قلبك، إذا في لوحة أو اثنين أو ثلاثة ممكن تشرح عنهم بشكل أكبر. هلا ما بدي اقول لك مثل ما بيقولوا كل الفنانين انه كل اولادي ولا هذا الكلام، راح اقول لك انه بحب كل شغلي بصراحه. بحب كل شغلي لانه عم جسد الواقع بهذه اللوحه، سواء للسياسه او الاجتماعي. في عندي لوحه الام اللي بتعني سوريا، سوريا امنا كلنا اللي عانت 9 سنوات وطلعت الحمد لله بخير، اللي عم تقول له لابنها برغم كل الخناجر اللي مطعونه فيها في ظهرها انه انا رح ابقى بخير لا تخاف يا ابني. ونحن وصلنا لهالمرحله يعني، والكلام صدق انه نحن ضلينا بخير وسوريا طلعت. طيب هي اللوحه قديش لك راسمها؟ لوحه بصراحه الى هي اللوحه من 2012 بعد الازمه بسنه تقريبا رسمتها وانتشرت على كل المواقع العالمية، يعني أغلبهم حتى ترجمت لأكثر من لغة. هي لوحة الراتب، فهي كثير أنا بحبها لهي اللوحة، قدرت أني أوصل لكل الناس أنه سوريا رح تطلع بخير. هذا الكلام من 2012. هلا كمان اللوحة المميزة هي لوحة الراتب يلي يمكن تعكس معاناة كثير من الشعب السوري وقسم كثير كبير منهم. اليوم عم نحكي عن هي المعاناة الاقتصادية بأسلوب مضحك مبكي بنفس الوقت، قد ايه بتشوف هذا الأسلوب ممكن هو الأسرع والأقرب لقلوب الناس؟ هو لأنه دائما بيبي يعني أنت بيشوفها كل الناس، يعني أنت بالنهاية بهمك من خلال لوحتك أنك توصل يمكن طبقات مختلفة بتقدر تفهمها كله قد ما بتقدري انك تخففي وتكوني بسهل الممتنع اللي هو انك توصلي الفكره لكل الناس، قد ما انت بتنجحي اكثر بانك تسلطي الضوء على المشكله اللي عم يعاني منها. مثل مشكله الراتب كلنا بنعاني، وعلى فكره انا من فتره دخلت على مواقع غربيه وحتى هنديه والى اخره، نفس اللوحه مترجمينها لاكثر من لغه، فالمعاناه عندهم كمان نفس الشيء، موضوع الراتب وموضوع الكذا. فهي انه هو عم يضحك عم يقول له مشان الله لا تروح الراتب حامل شناطيب وين لا يروح اول يومين كنت. خلينا نحكي عن دور الفنان وواجبه انه يطرح القضايا تبع المواطن بشكل يومي، المشاكل اليوميه وكذا، كيف انت بتقدر تعبر عنها بطريقه بسيطه؟ بتتميز بهذا الاسلوب بطريقه بسيطه بتوصل لكل العالم، يعني بتوصل لكل الكبار والصغار، اي حدا بيشوف معرضك فكرتك واصله. خلينا نحكي عن هالقصه. هلا هو اصعب شيء اصعب شيء انك انت توصلي مشكله عامه بلوحة، انك تجسديها. انت عم تحكي عن مقالات صحفية ممكن تكون طويلة، عن احداث يوميا عندك حوارات سياسية واجتماعية، عم تختصريها انت بلوحة، هذا كثير صعب. فالاختصار انا يمكن صار مهمتي يعني، وصار عندي سرعات بديهة بهذا الموضوع، اني طبعاً قادر اني اختصر اي حدث معين. السهولة والاختصار بتساعد انه اي انسان يتلقى هذا الموضوع المتلقي. هذا اشار عليه كمان الفنان الكبير دريد لحام، نوجه له تحية، انه قديش لوحاتك بسيطة وبتلامس كل مواطن وبتلامس مشاعرنا اكيد. شو دور الفنان بهالوقت انه يدعم الفنان؟ هلا بصراحه حدا مثل الاستاذ دريد اللي هو نجم كبير، نحن يعني صار رمز لسوريا، انت ما فيك تقولي سوريا بتقولي دريد لحام، يعني حدا كثير كبير. شرفني طبعا بحضوره وصداقته اللي استمرت لسنوات وانا بتشرف بكلامه. عنده خبره، فانسان مثل الاستاذ دريد عم يحكي بهذا الشيء طبعا فخر لي وشرف لي. الفنان قادر يدعم الفنان، وخصوصا الفنان الكبير، اي فنان. انا مثلي انه بيجيني انسان بدايه تعلمه للرسم انا لازم ادعمه، ما لازم لا اوكي شجعه ووقف معه. فوقوف الاستاذ الفنان الكبير دريد لحام او غيره معنا هذا شيء كثير كبير. كثير حلوه هي الفكره انه ندعم بعض نشجع بعض. النجاح للكل اكيد والفشل اكيد لسوريا، والفشل ان شاء الله ما بيكون قريب مننا ابدا. استاذ نضال بالختام بدنا نعرف مواعيد العرض، خبرنا شوي كيف كان التفاعل، واذا حابين اي حدا حابب يزور معرضك شو هي الاوقات؟ هلا المواعيد يوميا نحن من الصبح للمساء نحن موجودين، الاغلب شيء اغلب الناس بعرف انه بتجي بتطلع المساء بتزور المعارض. في الكتاب اكيد اي حدا رح يحضر رح نهديه نسخه من الكتاب مع توقيع، ان شاء الله يعجبه يا رب يكون الشغل حلو. خلينا نذكر باسمه انتم والحدث. الكتاب اسمه انتم والحدث، هو مجموعه من اللوحات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه يعني بطريقه شوي صاغره. يوميا ليوم الخميس نحن معنا، فاي حدا بنتشرف فيكم كلكم اكيد باي حدا بيزورنا بالمعرض، وان شاء الله نكون اعطينا صوره حلوه عن أكيد. سوريا وعن اكيد. استاذ نضال بنتمنى لك كل التوفيق، بنتمنى دائما الفن يعكس الواقع بهذا الاسلوب المضحك يلي بخفف عنا شوي وبنفس الوقت بيوعينا على كثير مشكلات منا بنكون منتبهين لها عم نعاني منها ومنا يمكن ما لنا منتبهين لها بشكل جيد. صحيح. شكرا لك. شكرا لك. انا بحب بس قبل ما انهي اني انا اشكر السيد الرئيس على رعايته واهتمامه، واشكر كل مين دعمني وكان واقف معي،
اهتمامنا بالثقافة كتير كبير، وهذا شكر كبير للقيادة، وشكرا لكم. شكرا كتير لوجودك معنا، وأكيد من نجاح لنجاح أكبر. شكرا لك. يخليك.